هنعمل دلوقتي وصفة طاجن الشعرية بالخضار، وصفة ظريفة جدا وسهلة قوي. أهم حاجة الشعرية هنحمرها، لازم تاخد لون حلو وتتغلف كده بالزيت علشان طعمها وشكلها حتى في الطاجن يبقى شهي كده، مش تبقى زي المسلوقة، لا عايزينها كده ايه تتحمر. وبما ان طبعا التحمير ده بياخد يعني تركيز قوي قوي، ان انت تفضلي واقفه تقلبي الشعريه وتخلي بالك عشان كلها تبقى لون واحد، فاحنا عملنا الخطوه دي علشان ما نضيعش وقتكم. يعني هنحمر ايه الشعريه، وبعدين الشعريه اللي عندي دي كوبايتين، ممكن تعملوا كوبايه حسب بقى براحتكم. هنحتاج بقى بصلايه متقطعه صغير، بصلايه واحده كده حجمها متوسط متقطعه صغير، معانا فلفل رومي، ممكن فلفل رومي اخضر او الوان مفيش مشكله. طبعا انتوا عارفين ان الفلفل الالوان كل لون فيه يا جماعه ليه قيمه غذائيه مختلفه، يعني هو مش كله كده فلفل وخلاص واديله، لا الفلفل الاحمر ليه قيمه غذائيه مختلفه عن الفلفل الاصفر، مختلفه عن الفلفل الاخضر، فهو مش ترفيه يعني لا دول يعني ليهم قيمه غذائيه كل واحد مختلف. لكن مش متوفر عندك حطي فلفل رومي اخضر بس زي الفل. معانا كمان بسله بالجزر اللي هو المجمده دي، تبقى لطيفه جدا، بناخد منها شويه نحطها معاهم. ومعانا كمان ملح فلفل بابريكا وشويه ميه سخنه بس كده، ولا هنحط لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه انت عايزه تضيفي ليها اي حاجه، لحمه او فراخ مفيش مشكله، لحمه مفرومه تنفع او مكعبات من الفراخ هتنفع وهتبقى حلوه جدا، سواء اذا كانوا مستويين او متشوحين زي ما هنعمل دلوقتي. احنا دلوقتي هنعمل البصل بقى ونشوح الفلفل ونحط الحاجات، فانت بقى لو هتعملي لحمه مفرومه عصجيها الاول وبعدين تحط لها الحاجات، او فراخ وتحط لها الحاجات كده يعني عشان تبقى مستويه. انا حطيت زيت، هنزل بالبصل اهو ورشه ملح وفلفل ونقلب. بس انا ما حطيتش زيت كتير، يا دوب يعني معلقه واحده، لان اصلا احنا محمرين الشعريه فكفايه بقى عشان تعرفوا بس ان انا هيلثي. عشان تعرفوا حمرنا البصل الحلو ده كده دبل واخد لون خفيف، ننزل بالفلفل الالوان اهو نقلب. يدبل برضو كده حاجة خفيفة، والبسلة والجزر اهو من الكيس على طول، مش لازم يعني تسلقيهم، هو هياخدوا كده تقليبة وهيستووا مع الشعرية وخلاص. حط ملح وفلفل تاني، ملح وفلفل، هنحط بابريكا نقلب. كده اهو الريحة خطيرة. بعد كام تقليبة الحلوين دول نقوم بقى حاطين ايه الشعرية المحمرة الحلوة دي، نقلب. وصفة يا جماعة لذيذة جدا جدا، عايزة بتنجان مخلل او طماطم مخللة، ياه ياه بقى، يبقى الغدا خلص كده لذيذ. طبعا تقدروا تعملوها زي ما قلت لكم بلسان العصفور، او حتى ممكن المكرونه المرمريه الصغيره.
جربوه ان شاء الله. فاصل بسرعه جدا ونلم اللحوسه دي ونجيب بقى مقادير الليزي كيك، وصفه سهله جدا جدا بالبسكوت، هتعجبكم قوي. خليكم معانا بعد الفاصل.